اهلا مجددا في فوتو اليوم نحن في شركه دال الوطنيه وكيل مجموعه الفولكس فاجن نريكم مواصفات سي اتيكا. هذه السياره مزوده بمفتاح ذكي. للاغلاق امسح المستشعر على يد الباب. ومطولا لاغلاق النوافذ والمرايا. للفتح هناك مستشعر اخر خلف يد الباب. للتشغيل اضغط الفرامل ومفتاح التشغيل. مقود كهربائي يمكن التحكم بارتفاعه وقربه. عند الريفيرس تظهر كاميرا 360 درجة علبة تروس آلية بسبع سرعات وكلتش مزدوج يدعم القيادة الرياضية والتبديل اليدوي من البدلات خلف المقود والآن لنشغل الأضواء والغمازات ولنلقي نظرة على السيارة من الخارج جميع النوافذ آلية بضغطة واحدة تنبيه السائق بخروج المفتاح هذه المركبة من فئة إكسلنس وتأتي بالعديد من الإضافات مثل الأضواء الأمامية LED بالكامل ورادار السرعة التكيفي ومفعل الفرامل الآلي

المقعد الخلفي مريح طولي هو 1.8 متر ولدي مساحة راحة كافية مسند يد مع حملي أكواب ومنطقة لدخول الصندوق الخلفي الصندوق الخلفي كهربائي تبلغ مساحته 510 لتر وبعد ثني المقاعد الخلفية من هنا تزداد المساحة لتصل ل 1604 لترات الأضواء الخلفية LED أضواء الضباب الخلفية اكزوست رياضي مزدوج. والان لنتفقد المحرك. محرك المركبة اربع اسطوانات تيربو تي اس اي 1400 سي سي يولد 150 حصانا وعزم دوران 250 نيوتن في المتر. سنقوم برفع فيديو مخصص لتجربة المركبة واختبار استهلاك الوقود تأكد من اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس لمشاهدة الفيديو شاشة ديجيتال تعمل باللمس قائمة الراديو لضبط الصوت قائمة ميديا وهنا لاختيار مصدر الإدخال الصوتي قائمه الهاتف قائمه الاوامر الصوتيه مساعده بما تريد المساعده الملتيميديا يمكن قول اسم الاغنيه او اختيار المسار او المصدر الغاء شاشه الملاحه والخريطه مختلف الخيارات الأخرى شاشة فول لينك أندرويد أوتو وأبل كار شاشة المركبة لعرض معلومات مثل استهلاك الوقود وضبط الإعدادات ضبط إعدادات المركبة وهنا القائمة الرئيسية للتنقل بين كافة القوائم. هنا زوايا الكاميرا 360 درجة وهنا للاصطفاف الآلي. يمكنك اختيار زاوية الاصطفاف من خلال الغمازات لتحديد مكان اصطفافك. وستقوم السيارة بتوجيه نفسها من خلال المقود. فقط عليك الرجوع للخلف باستخدام الفرامل شيئا فشيئا. وعند اكمال الرجوع اختر وضعيه دي لتتقدم السياره للامام وتعدل نفسها داخل مكان الاصطفاف هنا لفتح الصندوق الخلفي. هنا تدفئة المقاعد بثلاث درجات. تكييف آلي بضغطة واحدة يدعم منطقتين. اضغط سيت وستظهر كافة الخيارات على الشاشة. ضبط حرارة السائق وضبط حرارة الراكب بجانبه. تخزين هاتف. هنا أوضاع القيادة وتشمل هذه المركبة أربعة أوضاع للقيادة وهي إيكو ونورمال وسبوت وإنديفيدوال إنديفيدوال هو وضع مخصص يمكن تخصيص حدة المقود وسرعة استجابة المحرك بثلاث أنماط والتسارع علبة التروس بثلاث أنماط أيضا والتكييف هاند بريك إلكتروني مع أوتو هولد فانكشن بحيث يتفعل تلقائيا عند الوقوف حاملي أكواب مسند يد مع منطقة تخزين على الجهة اليمنى من المقود للتحكم بشاشة السائق مختلف الشاشات شاشة مساعدات القيادة وتشمل مساعد مسارات الطريق والرادار الأمامي الصوت الهاتف حالة المركبة معلومات القيادة على الجهة اليسرى الملتيميديا ميديا وهنا للتحكم بمسافة مثبت السرعة التكيفي. Active Cruise Control وبهذا نكون وصلنا لنهاية جولتنا مع سيت أتيكا شكرا لمتابعتكم الطيبة وفي لقاء آخر